فخير الذي يقود الفريق خلال هذا الموسم بعد أن قاده المدرب برتران مارشال. خلال قبل ذلك الفريق الرجاء البيضاء قد قاده العديد من المدربين بينهم مدربين معروفين، ولكن فخير ربما له تلك اللمسة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاء. وقبل كل شيء ففخير ابن الدار وكيعرف خبايا ديال الدار ديال الرجاء. مع ذلك ففخير كيبقى رجل ذو الالقاب، حصل على القاب حسين الزكادير مع الجيد الملكي ومع الرجاء، اذا مختص في الالقاب، وحتى لا ديسيبلين ديالو فهي كيطبقها بحظافرها في الفروق اللي كيكون فيها، وبالتالي هذا هو سر النجاح ديال الفريق ديال فخير مع الفروق المغربيه. اذا نتابع المواجهه بطبيعه الحال من خلال الصور الجميله، تيفور الجماهير الرجاويه التي جاءت لمتابعه هذه المقابله هنا بمركب محمد الخامس. الجماهير بطبيعه الحال جاءت لمسانده فريقها خلال هذا اللقاء الهام الذي هو لقاء قوي بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، سيحاول من خلاله تجربة العناصر الجديدة. الصور جميلة نشاهدها خلال هذا اللقاء الذي يفتتح به فريق الرجاء البيضاوي الموسم الكروي بعد استعداداته التي كانت بتونس، واستطاع من خلال ان يهزم النجم الساحلي التونسي بهدف صفر هدف اللاعب شطيبي والعديد من اللقاءات الوديه الاخرى. الان يخوض مقابله كما ذكرت هامه ضد احد الفرق العريقه، الفريق الاسباني فريق اتلتيكو بلباو، وبعد ذلك سيواجه يوم 28 يوليوز المقبل فريق اف سي برشلونه بمدينه طنجة. نتعرف على التشكيلة التي يدخل بها لا فريق الرجاء البيضاوي ولا أيضا فريق أتلتيكو بلباو. بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي فهو يدخل بتشكيلة ياسين، بتشكيلة التالية ياسين الحد في حراسة المرمى، هناك أمين الرباطي، متولي محسن، هناك كوكو هيلاري، هناك كذلك صالح ياسين، هوبري ربيع، كاروشي عادل، وياجور محسن، إضافة إلى الهاشمي زكريا، وأخيرا شطيبي شمس الدين فريق الرجاء البيضاوي. هناك العناصر الأساسية للفريق التي يحاول أن يجربها خلال هذه المواجهة، وأيضا هناك العناصر التي ضمها الفريق والتي ستكون أول ستكون بعد تونس ستلعب هذه المقابلة رفقة العناصر الأساسية. إذا المدرب فخير يحاول أن يمزج بين العناصر، يختار الأحسن، لأنه من الصعب حقيقة أن تختار وسط تشكيلة يكون تضم العديد من النجوم. بالفعل وسط زخم كبير من الانتدابات، فغادي يلقى راسو فخير مجبر على ادخال 11 رسميين، وبالتالي فهو غادي يعتمد على الجاهزيه اكثر من ذلك. ففخير امامه مهمه صعبه، وهي انه خصو يكون واحد الفريق في اقرب الاجال لفريق التنافسيه. نعم، وبالنسبه لتشكيله فريق تشكيله بلباو، هناك راول فرنانديز، بورخا إكيزا، هناك بوركا إيرزوس، كذلك اللاعب أندري إيتور سيبي، إضافة إيغور ريز ديكالار، هناك خون أورتين تيكس. إذا كل هذه عناصر بالنسبة لفريق أتلتيكو، أوسكار دوماكوس، إنيخيو بيريز، اللاعب توكيرو، ماركيل سوسيتا، واخيرا ايباي غوميز، هذا من العناصر الاساسيه داخل الفريق، بالاضافه الى كارلوس جيربيجي. هذه كل عناصر ديال الفريق اتلتيكو بلباو اللي كما ذكرت كيستعد لمقابله البطوله الاسبانيه، وتيازي هو الذي يقود هذه المقابله بين الفريقين، والتي ننقلها مباشره على قناه دوزيم. نشاهد عناصر فريق اتلتيكو بلباو الذي حل صباح هذا اليوم بمدينه الدار البيضاء على ان يواجه فريق الرجاء البيضاوي خلال هذه المقابله، ويعود يوم الغد لاسبانيا. محسن يزور الذي يعود لفريقه الاول، فبعد اللعبه للوداد لعبه كانت هناك مرحله احترافيه، يعود لفريقه الرجاء البيضاوي الذي كما ذكرنا ضم العديد من العناصر. وكانت هذه دقيقة صمت على حق محبي فريق الرجاء البيضاوي السميري محمد،
اذا ستنطلق بعد قليل هذه المواجهه. كما ذكرت الفرق الاسبانيه ستكون حاضره بقوه خلال كما ذكرت مقابله اعداديه لفريق الرجاء البيضاوي كما هي لفريق اتلتيكو بلباو. مرة أخرى عن فريق الرجاء البيضاوي، حوالي 50,000 متفرج جاءونا إلى مركب محمد الخامس لمساندة الفريق، لمتابعة فريق أتلتيكو بلباو أيضا. بكل الحقيقة أن المقابلة تستحق المتابعة. من لم يتمكن دوزيم التي تنقل اللقاء مباشرة ارضيا وفضائيا، خصوصا انه فريق أتلتيكو بلباو قدم موسم رائع للسنه الفارطه، خانه الحظ في نهايه الموسم فهو احتل المرتبه 10 ب 49 نقطه من اصل 38 مقابله، فكان فاز في 12 مقابله وتعادل في 13 وهزم في 13، له 49 هدف وسجل عليه 52 هدف، بما يعني انه كانت عند كيبعد الكره الزاويه اول زاويه خلال هذه المواجهه لصالح فريق أتلتيكو بلباو. إذا ستنفذ الركنية داخل المربع وركنية مرة أخرى دائما لفريق أتلتيكو بلباو. ياسين، الحد الذي تألق خلال المعسكر الإعدادي الذي أقامه فريق الرجاء البيضاوي بتونس، وبالتالي المدرب محمد فخير وضع فيه الثقة مرة أخرى، إبعاد هذه الكرة دائما للفريق وهذه المرة تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. كما عرفت بن صاف ومجدد سنة 1955 مدرب المنتخب الأرجنتي سابقا، يحلم باللعب ب 3-4-3، لم يجد الإمكانيات اللازمة مع أتلتيكو بلباو، فهو الآن يعتمد على 4 جوج. أتلتيكو بلباو كترجاء عند اللاعب الصالحي، الصالحي الذي تألق رفقة المنتخب الوطني خلال كأس العرب التي أقيمت بالسعودية. دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاء اللاعب أمين الرباطي، أمين الرباطي مازال محتفظ بالكرة. إذا كتضيع الكرة على فريق الرجاء البيضاوي، كترجع مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو. تمريرة الجهة اليمنى، لاحظوا أنه الأغلب المحاولات التي يقوم بها فريق أتلتيكو بلباو تكون من هذا الجهة، والحكم يعني خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي اللي كما ذكرنا يحاول هذا الموسم أن ينافس على اللقب بطبيعة الحال، فما يتوفر عليه من إمكانيات الآن على المستوى البشري تسمح له بأن يكون، وجب عليه إن شئنا القول أن يكون من أحسن الأندية خلال هذا الموسم، وأن ينافس أيضا فرق أخرى اللي حاولت كذلك جلب عناصر تنافس بها خلال هذا الموسم. ما ضمه فريق الرجاء البيضاوي من عناصر كانت تدعو حول فريق أتلتيكو بلباو، لكن كترجع مرة أخرى عند اللاعب هوبري اللي مازال محتفظ بالكرة. كرد اللاعب ياسين، لحد كنلاحظوا أنه كاين واحد الضغط متقدم ديال العناصر ديال فريق أتلتيكو بلباو، ما خلاوش اللاعبين ديال الرجاء أنهم أتلتيكو بلباو لعب بواحد بلوك تروهو في اتجاه المرمى ديال الحظ، وبالتالي فهو كيضغط على الحامل الكرة ديال الرجاء، وبالتالي كيخنق اللاعبين ما كيخليهمش يبلوروا ويقدموا ذاك الكرة اللي كان عدوها على فريق الرجاء البيضاوي. كرة مرة أخرى نشاهدوا الكرة والسقوط ديال، ما كانش خطأ بطبيعة الحال، كان سقوط ديال اللاعب كوكو. إذا المحاولة مرة أخرى لفريق أتلتيكو بلباو ضائعة، ما كاينش خطأ، كترجع مرة أخرى عن فريق الرجاء الجهة اليمنى. فريق الرجاء اللي كيعتمد هو بدوره على 4 2 3 1، ولكن الاهم عند الرجاء في هذه المقابله هو الاعتماد على 5 وسط الميدان فيهم 2 مدافعين، ولكن الباقيه فهي تجيد ادوار الهجوميه كمتولي والصالحي. نعم، هذه كانت تمريره بوسط لاعب متولي لكن مراوغه، يمكن كره زائده ضيعت على فريق الرجاء البيضاوي فرصه، لكن الكره دائما كتبقى لصالح الفريق البيضاوي اللي كيبحث عن
تسجيل الهدف ان يكون سباق التسجيل امام فريق اتلتيكو بلباو اللي ذكرت من الفرق القويه داخل البطوله الاسبانيه. ونذكروا انه هذا الفريق منذ صعوده للقسم الوطني الاول لم ينزل بعد ذلك الى القسم الوطني الثاني. هذا رقم يتوفر عليه فريق فيفسي برشلونه وكذلك ريال مدريد، وهي ثلاث فرق لم تغادر القسم الوطني الاول منذ صعودها الى هذا القسم. يدير محاوله مره اخرى لكن ضاعها، كان تدخل جيد ديال الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي. والمعروف على بينسا من خلال اللاعب ديالو انه كيفاجئ الخصوم، ودائما كينبني على الزياده العدديه في كل مواقع الملعب. اذا في كل موقع كتلقى بانه كاينه زياده عدديه ديال اللاعبين ديال فريق اتلتيكو بلباو. فريق اتلتيكو بلباو اللي التحق بالملعب متاخر، ما التحقش في الوقت اللي ربما كان معول عليه او محدد للوصول الى الملعب. حتى المقابله اللي كان المفترض انها تطلق على الساعه 9 الا ربع تمت متاخره عن موعدها. محاوله لفريق اتلتيكو بلباو من الجهه اليسرى، تبريره دائما لفريق اتلتيكو بلباو، لكن تصدي نجاح ديال الدفاع قد سمح بهجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي اللي باقي كيحاول انه يتجاوز الوسط الميدان ديال فريق اتلتيكو بلباو. ولاحظ معايا هنا في الضغط على حامل الكره في الملعب ديال الرجاء. نعم هذه محاوله بوسط لاعب متولي، والحكم يعني الخطا لصالح فريق الرجاء ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي ناجح حتى الان في صد كل محاولات. الكره كترجع مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب كوكو. واللي لاحظناه هو الاعتماد ديال الرجاء الجهه اليمنى بشكل خصوصي على متولي، وتبرير الجهه بالفعل كانت رؤيه لكن الكره ما مرتش، لانه بالفعل كان تموضع جيد ديال اللاعب شمس الدين الشطيبي اللي كان في وضع انه بامكانه يهدد مرمى الحارس الراو. تصدي ديال الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كنظن انه من الان ربما خصو يغير. نعم. كاين هناك نوع من الفرجه، ولكن الفعاليه اللي خصها تكون خلال هذا ما كيلعبوش لو جو بروغريسيف فير لو بيوت ديال لاتيسكو بلباو، وبالتالي فاللاعب ديالهم كينحصر على وسط الميدان وبعض الاحيان على متولي في الجهه اليمنى. نعم. وكرة مرة أخرى يترك من فريق الرجاء البيضاوي، محاولة بوسط لاعب صالح، انطلاقة جيدة لفريق الرجاء البيضاوي ليكون الهدف الأول. محاولة وسنشاهد من خلال الإعادة، الحكم كان قريب من العملية، الحكم تيازي، هل كان هناك إسقاط أم سقوط عليه؟ سنشاهد من خلال الإعادة القرار الحكم السيد تيازي من خلال محاولة اللاعب ياجور. كان احتكاك مع اللاعب ياجور، ولكن الأذكى من ذلك هو ياجور تعامل مع هذه اللمسة بواحد الذكاء خارق وسقط مع اللمسة ديال اللاعب ديال اتلتيكو بلباو، ما عطات ضربة جزاء اللي ما غتكونش مشكوك فيها لأنه تعامل معها ياجور بكل احترافية. واللاعب الذي احتسب ضده الخطأ اللاعب أندري انترسيبي لاعب فريق اتلتيكو بلباو. هل يتمكن فريق الرجاء البيضاوي اذا في التفريط؟ اظن انه وعلى غير العاده متولي وليس الصالحي. متولي العائد هو الذي سينفذ. وبفريق يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي. اذا فريق الرجاء البيضاوي يكون سباقا للتسجيل بواسطه اللاعب محسن المتولي الذي يعطي لفريق الرجاء البيضاوي التقدم خلال هذه المواجهه. هدف لصفر ياتي على اثر ضربه جزاء تاتي مع البدايه ديال المقابله وبالضبط في الدقيقه الثانيه عشره، ونشاهد محسن المتولي الذي اظن انه تفنن في تنفيذ ضربه الجزاء. والرجاء منين اعتمد على لو جو بروغريسيف ديال لو بيوت ديال بلباو جاب ضربه جزاء وسجل هدف، وهذا ما خصو يفطنوا به اللاعبين الرجاء، خصهم يلعبوا الامام وما يحتكروش الكره في الوسط. اذا فرحه كبيره الجماهير الرجاويه بهذا الهدف الذي اكيد انه سيفتح شهيه الرجاوي لاضافه اهداف اخرى، لكن في ذات الوقت فريق ان يروا لاعبين لا ينتمون لاقليم الباسك يحملون اللون الاحمر والابيض.
وهذا شيء اكيد من الاشياء المعروفه على فريق اتلتيكو بلباو انه دائما كان يضم لاعبين محليين. ومع ذلك كما ذكرنا فريق استطاع الصمود، استطاع ان يتالق امام اعتى الفرق، لانه لو نتعرف على الميزانيات التي تقوم الفرق بصرفها من اجل ضم لاعبين كبار، ومع ذلك على فريق اتلتيكو بلباو يتواجد وسط الفرق كما ذكرنا باختيار اساسا حتى اللاعبين اللي جابهم ليريكريتمون عبر التاريخ، فجابوا ليزارازو فهو ليزارازو رغم انه فرنسي فهو من اصل اسباني، جاب كارينكا، جاب زوفيزاريتا، فهما كيكونوا قراب لذاك لو ستيل ديال العيش ديال اقليم الباسك. نعم، من ابرز المدربين اللي مروا من فريق فرنانديز. نعم، فرنانديز فريق اتلتيكو بلباو فهو كيحتكر الكره في وسط الميدان، ولكن في وهله من الوهلات فهو كيعتمد على السرعه في المنطقه ديال اتلتيكو بلباو. والكره عند فريق الرجاء البيضاء عند لاعبين رباطي، كترجع لورا عند عمري، الملعب مركب محمد الخامس، لم نراه ممتلئا بشكل الا في خير النقاط، وتعتدنا ان نرى فيها خصوصا مقابله الرجاء الوداد. الرجاء بنيولوك فهي الان الجمهور ديالها جا باش يشوف هذه العناصر الجديده، باش جا باش يشوف السياسه الجديده اللي كيعادها المكتب الموسيري، وبالتالي فهذا الحضور الجماهيري فهو الا باش يكتشف اشياء جديده ديال الرجاء. اكيد انه هناك تعطش كما ذكرنا العديد من العناصر اللي ضمها فريق الرجاء البيضاوي، اللي منها اللي حاضر ومنها اللي غيب عن هذه المقابله، او اللي في الاحتياط، او اللي ما اصلا ما اعتمدوش المدرب، خصوصا نذكر حمزه برزوق الذي وقع اليوم للفريق، وكذلك بوخريس الذي وقع قبل ايام، وضربه خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي فوق المرمى ديال الحارس راول فرنانديز. تغيير الاماكن يجر رجع كيلعب في الجهه اليسرى، والصالحي مشى كقلب هجوم، وذلك لاعطاء حيويه جديده في الهجوم. وكرة مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو، البطولة الوطنية للإشارة أنه على مستوى الجامعة الملكية قررت أن البطولة تجرى بعد أن يجري المنتخب الوطني لقاء الذهاب برسم كأس إفريقيا الأمم، إحصائية كأس إفريقيا الأمم 2013. المنتخب المغربي كما نعرف سيرحل بداية سبتمبر إلى الموزمبيق لمواجهة منتخبها في إطار لقاء ذهب وإياب، سيجرى شهر أكتوبر، والمنتصر في هذه المقابلة سيضمن التأهل إلى نهاية كأس أفريقيا الأمم 2013 التي ستقام بجنوب أفريقيا. ودي محاولة لفريق أتلتيكو بلباو، لكن كترجع مرة أخرى دائما محاولة للدفاع ديال لهجوم فريق أتلتيكو بلباو، لكن تصدي ناجح. كترجع الكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي من الجالي، من عند محسن متولي اللي يتقدم دائما، هناك انطلاقة، لكن لاحظنا أنه في الوقت اللي كان بإمكان أحد العناصر أن تبتعد شيئا وتكون في الجهة اليسرى، لأنه كان هناك نوع من الفراغ، والكرة في نهاية المطاف تعود لفريق أتلتيكو بلباو. وكما ذكرت في الأول فالفريق ديال بلباو خطير ملي كيكون في الزياده العدديه، اذا المدرب بصفه هو كيعتمد على هذه النقطه بالخصوص، فاي موقع في المواقع ديال الملعب كتلقى واحد المكان فيه زياده عدديه فيه كتكون الكره. نعم، اذا كما شاهدنا من خلال الاعاده كان تسلل واضح ضد اللاعب كارلوس جيربيغي من فريق اتلتيكو بلباو. دي محاوله من الجهه اليسرى لفريق الرجاء البيضاوي، لكن الكره كترجع مره اخرى عند شمس الدين الطيب، الهدف لكن كتمر محاذيه لمرمى ياسين الحظ، كانت قد فقوية لكن غير مركزة بواسطة اللاعب ماركو سوسيتا. ما فيها باس، ولا ذكرنا الجمهور المشاهد انه الرجاء نهى الموسم ديالو في الصف الرابع مناصفة مع الوداد، ولكن بالنسبة العامة 51 نقطة من اصل 30 مقابلة، كان سجل 34 هدف وسجل عليه 24 بالنسبة العامة بزائد 10، وهذا شيء ايجابي رغم كل شيء الموسم الفريق. ومحاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي، هناك انطلاقة جيدة بالفعل، محاولة الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي، ورائعة أيضا، رائعة، هدف محقق يضيع لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب محسن ياجور. وهذا كنعتبر هذه الحركة اللي فقد بها التوازن ياجور فهي كتجي دائما
في اول الموسم. لاحظ في غايب خط التوازن، فهذا غياب تنافسي، غياب التدريب بما فيه الكفايه، فغادي يجي هذا الشيء من بعد. لاحظ هنا كيف خط التوازن لغياب التدريب الكافيه واللازمه، لان هنا في بدايه الموسم. نعم وشي اكيد، لكن انه كانت المراوغه جيده، لكن نعم. كما التعثر هو اللي حاد، ويمكن نشيروا انه حتى التمريره اللي كانت في الاول كانت تكون قبل يعني تاخر. هذه المحاوله ولا جات في المقابله رقم 4 ولا رقم 5 في البطوله، فالاكيد ما غي فقدش التوازن كما فقدوا الان. نعم كانت تماسك اللاعب كاروشي اللي ضموا ايضا فريق الرجاء البيضاوي من بلاك، خرجت تماس اللي كان بواسطه اللاعب الهاشمي زكريا اللي خرج الكره ركنيه لصالح فريق اتلتيكو بلباو. تفضل هي، لكن الدفاع ديال فريق رجاء البيضاوي امن الرباطي بالضبط كيبعد الكره، كترجع هجوم، كتبع هجوم مضاد سريع. حتى الان كنلاحظوا انه كل لاعبين ديال فريق اتلتيكو بلباو كيندافعوا، وبامكان فريق رجاء البيضاوي انه يعتمد بشكل كبير على الهجومات المضاده لتسجيل اهداف اخرى خلال هذه المقابله. بالمقابل فريق اتلتيكو بلباو كيرجع بسرعه للميدان ديالو. نعم وكره مره اخرى لفريق رجاء البيضاوي، قطعه قويه والهدف، الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي. نشاهدوا مرة أخرى الطريقة اللي تمكن بها اللاعب كاروشي من تسجيل الهدف. أول هدف لفريق للاعب كاروشي بعد هذه بعد الهدف اللي سجلوه اللاعب محسن متولي على إثري ضربة جزاء. يأتي الهدف الثاني، نلاحظ من زاوية كيف أن اللاعب كاروشي تمكن وبقذفه قويه من اسكان الكره في شباك فريق اتلتيكو بلباو ليصبح الرجاء متقدما حتى الان بهدفين لصفر. وهذا زمان ما شفناش اللاعبين ديال المدافع ديزاريار لاتيرو كيقوموا بهذه الهجمات، فافتقدنا في البطوله المغربيه انه لاعب من ظاهر يساهم في الهجوم، وهذا شيء جميل اللي شفناه الان. وشيء اكيد يمكن اننا كنتحدثوا على لاعب قادم الدفاع الحسن الجديد، انا تحدثوا على مدافع اخر كان دائما، ولكن في الجهه اليمنى اللاعب شريف اللي ذكرنا انه كان مهاجم وكان دائما من كيسجل، وفي نفس الوقت كان صاحب مبادرات ويمرر كرات على مستوى الهجوم. وكما قلت فالاظهره الان ما بقاوش كيقوموا بهذه الهجومات. مساري كان في الرجاء، تيجاني كان في الرجاء، كان العديد من الاظهره اللي كانوا كيقوموا بهذا الدور. شيء جميل انه نعاود نشوفوا هذا المظهر هذا في هذا اللقاء. نعم وشيء مفرح حقا اننا نرى فريق مغربي منتصر حتى الان بهدفين لصفر، لكن وجب ايضا في ذلك الوقت نفكر ان المقابله لا زالت مستمره، هناك ما يقارب تقريبا 25 او 20 دقيقه على مستوى الشوط الاول و45 دقيقه على مستوى الشوط الثاني، وبالتالي وجب على الرجاء ان يخوض المقابله بجديه المطلوبه حتى نهايه اللقاء ولو انه لقاء ودي. اذا الكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بلباو اللي اذا كان قد احتج على ضربه جزاء واحتج على قرار الحكم الامتيازي، فان هذا الهدف جاء ليؤكد النتيجه اللي لم يسجل اي هدف لصفر، وجاء الهدف التالي بواسطه اللاعب الملتحق مؤخرا بفريق الرجاء البيضاوي اللاعب عادل كاروشي. كره عند شمس الدين الشطيبي، شمس الدين الشطيبي اللي كيمرها للجهه اليمنى، دائما محاوله اللاعب كوكو مره اخرى يراوغ. اكيد ان هذه الاهداف ستعطي دعم نفسي لفريق الرجاء البيضاوي، ولكن ليس على مستوى الفرجه، ولكن على مستوى وجب اضافه اهداف اخرى خلال هذه المواجهه. الكره دائما لفريق رجاء البيضاوي كما شرنا انه اللاعبين ربما يحاول الاستعراضيه الفنيات والتصفيقات الجماهير، لكن اكيد ان مثل هذه مطلوبه ومحبوبه في مقابله لكره القدم، لكن ايضا الفاعليه وتسجيل اهداف هي الاساس من كره القدم. كره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب كوكو وشمس الدين الشطيبي، شمس الدين الشطيبي اللي مازال محتفظ بالكره. وماشي هذا هو السيستم باش داخلين ديال فخر، كانوا كيعتمدوا على ملء الوسط، الاعتماد على التمريرات في الوسط، ولكن في الملعب ديال الاتلتيكو كيقوم بسرعه. الان الاستعراضيه خلاتهم انهم يبقاو يرجعوا حتى الوراء، وكان خاف على الرجاء تستقبل هدف في هذه اللحظات. وشيء اكيد انه اللي لاحظوا انه بعض الاحيان دابا اللاعبين ديال اتلتيكو بلباو يحاولوا يتقدموا، يحاولوا يضغطوا على الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي،
في محاوله لاسترجاع الكره، وغتكون كما شرتي ربما خطا اللي يقدر يرتكبها المدافعين ديال الفريق الاخضر. اذا الكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بلباو، الكره ضائعه كترجع عند عادل الكروشي كيمرها في اتجاه اللاعب صالحي، صالحي ضاعت من الكره كترجع لفريق اتلتيكو بلباو، لكن مره اخرى محسن متولي محتفظ بالكره غيحاول يمرر الجهه اليمنى، فعلا الكره لفريق الرجاء البيضاوي الهدف الثالث، ما الكره محاذيه لمرمى فريق اتلتيكو بلباو حتى الان. وكان يكون التعامل احسن من هذا، لانه شطيبي كان يتلقى الكره ويديش نت من الارض كان يرفعها للحارس. هذه الكره المثاليه نعم بالفرجه ولكن واقع الملعب اكيد انه نعم شيء اخر سي فؤاد. وبطبيعه الحال الاشياء اللي يمكن نشيروا لها انه الهجوم ديال الرجاء استطاع انه يجد ممرات داخل الدفاع ديال الفريق اتلتيكو بلباو، حتى الان سجل هدفين وجوج الفرص اللي ضاعت على فريق، في حين يمكن ان اقول ان فريق اتلتيكو بلباو حتى الان لم يهدد مرمى فريق الرجاء البيضاوي. كانت هناك في البدايه نوع من احتكار الكره مناوشات، ولكن لم تصل الى حد تهديد مرمى حارس ياسين الحظ. الشيء الايجابي في الرجاء اليوم هو وجود اربعه مهاجمين كيكونوا وسط الميدان والهجوم، كاين صالحي متولي والشطيبي زياده على دياجور، فاربع مهاجمين في الجبهه الهجوميه وكيعاونوا وسط الميدان، فهذا هو الشيء اللي كيعطي الامتياز للرجاء. وكره مره اخرى عند اللاعب هوبري، كترجع له الكره دائما، محاولات من فريق الرجاء البيضاوي لكن الكره ضايعه، كترجع مره اخرى عند الفريق الاسباني عند اللاعب اليخيو بيريز. حتى على مستوى انتدابات فريق اتلتيكو بلباو، يلاه دار انتداب واحد هو اوديز جابوه من فالنسيا، وكان ذهاب ديال دي سيريو اللي مشى هذا العام لوجهه اخرى، فحتى انتدابات فقام بانتداب واحد هذا السنه. وكره مره اخرى عند الفريق الاسباني اللي حتى الان منهزم بهدفين لصفر من تجيب محسن متولي. هذه محاوله لفريق اتلتيكو بلباو لكن حظ ضاعت وكتمشي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي، محسن متولي وكذلك عادل الكروشي اللي كيوقع اول هدف ليه رفقه فريق الرجاء البيضاوي خلال هذا اللقاء الاعدادي. وبدايه مشجعه بالنسبه لي، شيء اكيد انه الهدف كيعطي اللاعب دعم نفسي كبير، ويمكن نقولوا مثلا بحال بالنسبه للاعب حمزه بورزوق رغم التالق ديالو رفقه المغرب الفاسي، رغم الاداء اللي كان دائما متالق، فيمكن الهدف اللي سجلوه رفقه المنتخب المغربي ضد الكوت ديفوار نعم. اكيد انه زاد من القيمه ديال من الشعبيه ديالو في المغرب والقيمه ديالو كذلك كلاعب كقلب هجوم نعم. وكرة مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو عند لاعب أوسكار ديباكوس اللي مرر عند لاعب خون إنيخيو بيريز، دائما محاولة من الفريق الإسباني لإيجاد المنفذ، هناك إشارة لكن الكرة لم يتمكن من التمرير، وبالتالي تعود لفريق الرجاء البيضاوي عند حارس ياسين الحظ. ربما فيهم شيء من المغامرة مثل هذه الكرات، ولكن لاعب كاروشي ترتكب حقه خطا لاعب الحكم السيد تيازي. مع هذا هدف الدفاع ديال الرجاء فكيقوم بواحد الادوار دفاعيه مهمه، كاين الجليسمو ادرواتي اغوش على ما يرام، كاين لو ماركاج ستريز، كاين الخروج الى حامل الكره، وبالتالي فكاين تقدم ملموس في دفاع الرجاء، والفضل كيرجع الفخير في هذا الاول الاخر. نعم وكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بلباو لأتلتيكو بلباو اللي كما ذكرتي انه الموسم الماضي رغم انه تأهل الى كأس اوروبا ليج وكأس الملك فإنه على مستوى البطولة الإسبانية احتل المركز العاشر 49 نقطة فقط، اي في حين للتذكير وللمقارنة فقط فريق أتلتيكو او فريق ريال مدريد الفائز باللقب احتل المركز الاول 100 نقطة، وبرشلونة المطارد 91 نقطة. وكيبقى النجم الفريق هو فرناندو ليورنتي متبوع بهيريرا وخافي مارتينيز، هادو ثلاثه اللاعبين اللي كيكونوا النواه الحقيقيه والاساسيه ديال الفريق ديال اتلتيكو بلباو وان كانوا غير حاضرين خلال هذه المقابله. وكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بلباو
عند رقم 2 لاعب بورخا إيكيزا، كان رجع الكره للوراء لانه لاحظنا كل لاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي في النصف ديال الملعب ديال الملاحظ هو انه تكوين ديال 8 ديال اللاعبين ان بلوك سودي ما بيناتهم 6 حتى 8 امتار، يلا الصالحي وحده اللي في الجبهه الهجوميه، وبالتالي فكيلقاو صعوبه لاجتياز هذا الحائط السابق. ويمكن نقولوا كذلك سعسو انه فريق المقابله حتى الان كنشاهد المقابله ممتعه، ما كاينش تسلل، محاوله لفريق اتلتيكو بلباو والحارس سيد الحظ، مقابله ممتعه حتى الان شاهدنا محاولات من الجانبين، نعم محاوله اكثر فاعليه ديال فريق الرجاء البيضاوي خصوصا من خلال الهجومات المباغته، هنا بوسط لاعب محسن متولي، هناك انطلاقه ديال ثلاث لاعبين امام ثلاثه ديال فريق الرجاء البيضاوي، دايما محاوله لكن هناك مبالغه في المراوغه من طرف اللاعب محسن متولي اللي كان بامكانه التمرير في اتجاه اللاعب محسن ياجور اللي كان في وضع ملائم لتهديد مرمى الحارس فرنانديز، لكنه لم يمرر، وبالتالي تعود الكره لفريق اتلتيكو بلباو للاعب اوسكار ديباكوس، دائما محاولة في الجهة اليمنى عند اللاعب توكيرو، وتلاحظ معايا فين ما غتمشي الكرة غادي يمشيو ثلاثة أربعة اللاعبين للسوتيا أو لابوي، وبالتالي فهذه الزيادة العددية اللي ذكرت في الأول. ودائما محاولة لفريق أتلتيكو بلباو لتقليص الفريق قد فقوية، لكن التصدي إلى جهة كتسمح هجوم مضاد عند اللاعب الصالحي، تمريرة في اتجاه اللاعب شطيبي، دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، حتى اللاعب شطيبي اللي كنظن أنه قادم من فريق صباح كي دخل الطريقة المعروفة على فريق الرجاء البيضاوي في اللعب. وكرة مرة أخرى تناس أو خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي، يقول الحكم سيتياز. حتى التغيير ديال المركز ديال الصالحي مع ياجور يمكن أملته العياء اللي يمكن يظهر عليه الصالحي، لأنه جا من كأس العرب العياء عنده بزاف، وبالتالي يمكن قلب الهجوم ماشي هو وسط الميدان، فبالتالي يمكن أملته هذه الظروف هذه التغيير هذا المركز. نعم، وكرة مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو اللي كنظن أنه رد الفعل ديالو على الأهداف اللي تسجلت عليه، نعم. ما كانش رد فعل قوي بالفعل حتى الان، بانه يمكن نقول ان مقابله حبيه، ولكن اكيد انه كاين تسلل، مقابله حبيه ولكن بطعم دولي، لانه حتى الدولي الصوره ديال اتلتيكو بلباو، لانه فريق كبير وفريق عريق، كما الهزيمه لها وقع على المحبين ديالو، وفي نفس الوقت لها طعم بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي الذي يستعد للموسم، ويستعد أيضا لمواجهة فريق أحد أكبر الأندية عالميا، فريق إف سي برشلونة اليوم 28 يوليوز المقبل بمدينة بالملعب الكبير لمدينة طنجة. وعلى ذكر برشلونة فهو نفس السنة اللي تكون فيه فريق أتلتيكو دي بلباو، هو نفس السنة اللي تكون فيه فريق برسا، هو سنة 1898، نفس السنة اللي تكون تأسس فيها الفريقين. نعم، المحاولة كان هناك التردد، وبالتالي ضاعت الكرة لفريق الرجاء البيضاوي، كتصبح هجوم مضاد، تدخل جيد اللاعب كاروشي، لكن الكرة مرة أخرى كترجع لفريق أتلتيكو بلباو، ما كاينش تسلل خطير على مرمى فريق الرجاء البيضاوي، ضربة رأسية وكنظن تسلل كان من خلال الإعادة غادي يتضح لو أمكننا نشاهد المحاولة، لكن لحسن الحظ أن هذه الكرة مرت محادية لمرمى الحارس ياسين الحظ، كانت بواسطة لاعب دبي غوميز، شاهدوا مرة أخرى ما كاينش كاينش شيء ما كنظن أنه شوية تقدم ديما صاحب التمريرة، لكن في نهاية المطاف الكرة مرت محادية لمرمى فريق الرجاء البيضاوي، كرة مرة أخرى في اتجاه اللاعب محسن ياجور، ما تمكنش من الكرة، كترجع عند فريق أتلتيكو بلباو رقم 2 اللاعب بورخا إيكيزا، دائما محاولة لإيجاد المنفذ بواسطة اللاعب إليخيو رويز، ومحاولة لفريق أتلتيكو بلباو، تدخل ديال الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كنلاحظوا دائما أربع مدافعين في الدفاع صاهرين على الحراسه ديال المربع ديال الحارس، كان بونغلي اسمه لا على دروات ولا على غوش، وهنا كنقول لك بانه كاين واحد التطور وتقدم على المستوى الدفاعي ديال فريق الرجاء، ودائما كنلقاو اللاعب غوميز هو اللي كيهدد المرمى ديال الرجاء، هذا غوميز هذا
عنده 22 سنه مزداد سنه 1900. وهذه محاوله كانت لفريق الرجاء لفريق اتلتيكو بلباو قد فقويه لكن تصدي نجاح ديال الدفاع. محاوله مره اخرى بوسط لاعب اوسكار ديباكوس لكن اللاعب بوكو كيتمكن من الكره كترجع هجوم مضاد. بوسط اللاعب كاروشي هنا كانطلاق ديال محسن المتولي وكذلك اللاعب الصالحي دركت الكره عند اللاعب محسن المتولي في الجهه اليمنى. محاوله لفريق الرجاء البيضاوي مراوغه دائما ديال محسن متولي اللي تمكن من الكره بالفعل داخل مربع العمليات بامكانه التمرير لكن في نهايه المطاف لاحد المدافعين ديال فريق اتلتيكو بلباو وكترجع الكره لعند الفريق الزائر محسن متولي اللي كان انه كان رجع المستوى ديالو بعض الشيء السنوات الماضيه ولكن التتبع ديالي لهذا المتولي فهو الطاير كيقوم به دابا بواحد حصص سبيسيفيك وبالتالي كنشوف بانه متولي كيرجع للسابق عاوي. مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو نذكر المشاهدين الكرام أننا نتابعون هذه المقابلة الحبية التي تجري بمرق محمد الخامس. هي أول مقابلة ودية يخوضها فريق الرجاء البيضاوي استعدادا للموسم المقبل هنا بأرض الوطن بمركب محمد الخامس قبل الانطلاق الرسمي للبطولة التي كما ذكرت ستكون في سبتمبر أي بعد المقابلة الرسمية بين المغرب والموزمبيق. قد فقوية لكن فوق المرمى ديال ياسين الحظ كنلاحظوا أنه كاين نوع من الفتورة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي شيء أكيد أنه ما بقاش غادي في نفس الخط التصاعدي والمستوى اللي كان لاعب به والسرعه والبحث عن مفاجاه فريق بلباو من خلال الهجمات المضاده واللي كانت انها تعطي اهداف من غير الاهداف المسجله حتى الان لكره مره اخرى بوسط لاعب ياسين صالحي محسن متولي محسن متولي من الجهه اليمنى تمريره عند فريق عند محسن ياجور لكن ضاعت الكره كانت تمشي عند فريق اتلتيكو بلباو لكن حتى كنلاحظوا انه التمريرات ديال فريق اتلتيكو بلباو ما كنلاحظوش نوع من الحرص في تمرير الكره في المكان المناسب واللاعب المناسب بقدر ما لاحظنا كثير من الاخطاء على مستوى التمريرات بالنسبه لفريق اتلتيكو بلباو. كره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب امين الرباطي عند محسن الشطيبي امين الرباطي مره اخرى عند شمس الدين الشطيبي عفوا دائما محاولات واحد اثنين شمس الدين الشطيبي اللي هو المحور ديال وسط الميدان ديال فريق الرجاء البيضاوي. كره مره اخرى من الجهه اليمنى لكن كانت بعيده وهذا التمريره ديال الهاشمي اللاعب كنذكروا السنه الفريطه كان كيعتمد عليه كوسط ميدان هجومي والان كنشوفه هو الجديد ديال الرجاء هو انه اصبح مدافع ايمن لفريق الرجاء واكيد انه الاختيارات ديال المدرب فخير الله يحسن عوانه لانه لا رجع بوخريس للدفاع فكنشوف انا الاقرب للدفاع الايمن هو هوبري لانه هوبري فات يلعب كوسط ميدان دفاعي كقلب دفاعي يمكن له يلعب حتى في الجهه اليمنى. نعم شيء اكيد انه كما ذكرنا وسط بعض الاحيان انه كيكون ضغط على المدرب ملي كيكون عنده اختيارات كثيره ولكن بعد اختيارات يخلق فريق اللي يكون منسجم ويكون فريق ليس فريق النجوم ولكن فريق اللي استطاع انه يكون منسجم ومتكامل. كرة مرة أخرى عند فريق أتلتيكو بلباو لكن تدخل الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي مرة أخرى كتصبح هجوم مضاد عند محسن متولي اللي كيمرر عند ياسين صالحي محاولة خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي قد قوية تمر محادية لمرمى الحارس فرنانديز. إذا لاحظنا كيف أن هجوم الرجاوي كان خطير خلال العديد من المحاولات لكن إن غابت عنه الفعالية في إيصال الكرة رغم أنه استطاع أن يسجل هدفين إلى أنه ضيع هدفين أيضا كانوا محققين ولكن المهم كيبقى الفريق اللي كيوصل عند الخصم بكثرة فهو اللي كيكون الفريق الأقرب للفوز في كل مقابلة. نعم وشيء أكيد أنه اللاعب ياسين صالحي صاحب هذه المحاولة كان متألق خلال البطولة العربية التي كأس العرب التي أقيمت بالسعودية رفقة المنتخب المحلي أو المنتخب الوطني واللاعب المنتخب الوطنية والذي استطاع الفوز بهذا الكأس رغم أن هذه الكأس لم تكن بطعم أنه ما كنا نريده على مستوى الفريق الوطني الأول لكن على أي حال كانت نتيجة إيجابية بالنسبة للكرة المغربية للاعبين المحليين أساسا. نعم بالفعل وكتبقى الكأس راه الكأس كتدخل الخزانة ديال الجامعة وكاين اول فوز بهذا الكاس عبر التاريخ فازوا بها المحليين ديال البطوله المغربيه ولكن دائما الجماهير تطالب بفريق اول المزيد يكون لا فريق على مستوى الكبار خصوصا ان بعد التعادل امام الكوت ديفوار وايضا النتائج اللي كان
غير مرضيه بالنسبه للمنتخب الوطني خصوصا كاس افريقيا الاول. كل هذه الاسباب جعلت ان الجماهير ولو ان هذه الكاس كانت انجاز لهؤلاء اللاعبين فانها لم تكن بنفس الوقع على الجماهير المغربيه المتعطشه بطبيعه الحال لانجازات تعيد للكره المغربيه بريقها. اذا دائما هدفين الى صفر على بعد اربع دقائق فقط من نهاية هذه الجولة الأولى، تفوق فريق الرجاء البيضاوي بهدفين لصفر، كان من توقيع اللاعب محسن تولي على يديه ضربة جزاء، والهدف الثاني كان من توقيع اللاعب عادل كروشي هدفين لصفر. ومع إشارة أنه حتى الآن لم نرى أي هجوم خطير يهدد مرمى الحارس ياسر حب إلا محاولة مرت محادية لمرمى. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاء عند لاعب هوبريك بعد افتجاه اللاعب الصالحي مازال محتفظ بالكرة، كيرد الورا عند اللاعب كروشي في اتجاه اللاعب كوكو ضائعة، هجوم مضاد لفريق أتلتيكو بالباو، لكن لحسن الحظ اللاعب شمس الدين شطيبي كان في المكان المناسب وكبر اللاعب هوبريك تسمع هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاء وبسط لاعب كوكو انطلاقة لفريق الرجاء البيضاء عند لاعب محسن ياجور تغيير اتجاه جيد المحاولة بوسط لاعب كوكو في اتجاه اللاعب عادل كروشي يتمكن من الكرة دائما محاولة من الجهة اليسرى عند صالحي هناك اللاعب اللي راوغ في نهاية المطاف وغيمر لكن الكرة كتضيع من اللاعب صالحي ورجع هجوم مضاد لفريق اتلتيكو بلباو هجومات سريعه الان ربما رجعنا لنفس الحماس اللي كان في البدايه بعد نوع من الفتور لسداد المقابله على بعد فقط ثلاث دقائق او دقيقتين دون احتساب الوقت ضائع من نهايه هذه المواجهه. وهذه الجوله اللي عطات واحد المستوى راقي ومستوى مشرف لفريق الرجاء كنحيوه وكنتمناو انه يزيد في الجوله الثانيه نفس ويمشي في نفس المنوال. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاء وتدخل اللاعب ماركين إيتيكسبيريا لكن والحكم يعلن عن خطا لصالح فريق الرجاء البيضاء وتشاهدوا مره اخرى التدخل حق اللاعب رقم ثلاثة من فريق الرجاء البيضاوي زكريا الهاشمي. وحتى فريق بلباو فهو ازاح فروق كبيره للموسم الماضي من الكاس، ازاح شالك 0-4، ازاح المان يونايتد، وازاح سبورتينغ ليشبون، وهذو ثلاث فروق اللي زاحهم فهما فروق كبرى عالميه. انهزم يلاه قدام امام الاتلتيكو دو مدريد، فكيبين بانه هذا فريق عريق ويستحق اكثر من هذا المستوى اللي كنشوفوا فيه اليوم. شيء اكيد، لكن كما ذكرنا ربما يلعب مقابله وديه ليس المقابله رسميه. اكيد حتى كما ذكرت انه بعد تسجيل هدفين على فريق اتلتيكو بلباو كنا كننتظروا رد فعل اللي يكون قوي اللي تكون محاولات اللي تكون هجومات بحث عن الهدف ضغط على مرمى فريق الرجاء البيضاوي، لكن لم نشاهد اي شيء من هذا القبيل، وبالتالي ظلت يمكن ان نقول سيطره لفريق الرجاء البيضاوي. يمكن يكون رد فعل قوي ديال المدرب في مستودع الملابس ونشوفوا بلباو بوجه اخر في الجوله الثانيه. المدرب بيليسال اللي اكيد انه غيقوم بتغييرات اخرى ربما كذلك في اطار البحث عن النتيجه، ولكن في اطار البحث عاد في اطار تجريب العديد من العناصر قبل انطلاق الموسم المقبل، لانه يمكن ان نقول ان هذه المقابله وديه تكون فرصه للمدربين لتصحيح الاخطاء لتجريب العناصر وايضا الاختيارات بالنسبه للموسم القادم. والغريب في الامر هو كيلعب باربعه خمسه واحد وهو ما مرتاحش لهذا النهج، فهو كيحلم باش يلعب بثلاثه اربعه ثلاثه. الكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بلباو وتكون قذفه قويه بالفعل، كانت يحاول انه يقذف بشكل مركز لكن الكره مشات بعيده على مرمى الحارس ياسين الحظ، وعشر ثواني فقط على نهايه هذه الجوله الاولى بالنتيجه المسجله هدفين لصفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي المتقدم خلال هذا اللقاء الودي. المدرب محمد فقير الذي يركز اساسا اولا على كان هناك خروج
نوعا ما في شيء من المغامره بالنسبه لياسين الحظ، لانه ما كانش يعتقد بان الكره غتمشي بالشكل اللي كانت، ودقيقه فقط كوقت بدل ضائع خلال هذه الجوله الاولى. وكره مره اخرى عند فريق اتلتيكو بالباو اللي غتكون اخر محاولته بحثا عن هدف التعادل، لكن الكره كترجع مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاء عند لاعب هوبري اللي كان بامكانه التمرير لكن احتفظ بالكره، كرد عند امين الرباطي بوسط ياسين صالحي. هوبري مره اخرى اللي خصو يبعد الكره عن مربع العمليات ابعادا للخطر الذي يمكن ان يتهدد بالمرمى الحارس ياسين الحظ، والحكم يعلن عن ضربه خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. ولكن هوبري بعد هذه الكره بطريقه رجويه، لانه كان كيكون عندهم عيب انه اللاعبين الرجاء انهم يشتتوا الكره للامام، فهما دائما الفنيه ضروري ان تكون الفنيه حاضره عليهم. نعم. والحكم في هذه اللحظه يعلن على نهايه الجوله الاولى بفوز فريق الرجاء البيضاوي بهدفين الى صفر، هدف محسن متولي وهدف اللاعب عادل الكروشي. نلتقي بعد قليل لمتابعه الجوله الثانيه.